استمتع بالرحلة لأنه لن تكون هناك رحلة مثل تلك التي نحن فيها. رواد في On Passive، هل تعلمون كم نحن محظوظون؟ سوف تتغير حياتنا وحياة عائلاتنا إلى الأبد بسبب السيد آش مفرح وعائلته وموظفيه التكنولوجيين. لقد أنشأ On Passive لجميع الذين لم تتح لهم الفرصة أبداً للاستيقاظ كل صباح دون الشعور بالمكان الذي تتجه إليه حياتهم في ذلك اليوم، فكيف سيكونون قادرين على توفير ضروريات الحياة؟ وهذا هو النضال الذي يخوضه الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. لقد أدرك السيد مفرح في وقت مبكر أن هناك ما يكفي من الثروة التي إذا تم توزيعها بشكل صحيح وإنساني يمكن أن تطعم وتسكن كل شخص على وجه الأرض. لقد كان بحاجة إلى وسيلة يمكنها توصيل تلك الأموال إلى الأماكن التي تشتد الحاجة إليها. كان يعلم أنه يمكن القيام بذلك، لذلك أنشأ نظاماً في On Passive يمكن أن يقدم قيمة لأولئك الذين ينفقون المال على الأشياء اللازمة لتشغيل أعمالهم التجارية عبر الإنترنت، ومنح تلك الشركات الأدوات التي احتاجتها مع تخفيض كبير في الأسعار التي كانت تتقاضاها، ودعا السيد مفرح الناس للعمل معه لمساعدته في هذه المهمة الضخمة. ويطلق على هؤلاء الناس الرواد. قام السيد مفرح وموظفوه ببناء أفضل مجموعة رقمية من منتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من الألف إلى الياء إلى نظام مؤتمت بالكامل يتم إنجازه من أجلك، والذي سهل على الأشخاص أن يكونوا قادرين على إنشاء أعمال تجارية يمكن أن تساعد في إعالة أسرهم، وبالتالي فإن الأموال التي تم إنفاقها على دفع ثمن المنتجات الرقمية باهظة الثمن من الشركات التي تفرض رسوماً زائدة على مستخدميها منتجات متفوقة وبأسعار معقولة. كانت الثروة موجودة الآن، وقد غير On Passive الطريقة التي سيتم بها توزيع الثروة. سوف يشارك الرواد في الثروة التي جلبتها On Passive، وقد وعد السيد مفرح وعائلته بأنهم سيتقاسمون الثروة مع الرواد. الرواد مهتمون ومحبون مثل السيد مفرح وعائلته، سوف يتقاسمون ثرواتهم لمساعدة المشردين والجياع ودعمهم، وهذا ما سيحدث في أكثر من 800 دولة في جميع أنحاء العالم. شكرا لك السيد أش مفرح وعائلتك وموظفيك، لأنك لا تفكر في أنفسكم فحسب، بل في الإنسانية.